مجالس أهل الفقه خير وسيلة بها ينجلي ران الجهول مدى الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الأخوات الفضيات الكريمات، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره جزيل الشكر وعظيمه على أن يسر هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معاشر الأخوات الكريمات، موضوع هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون عبارة عن تصفح صفحات مشرقة من حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وحقيقة هذا الموضوع من الأهمية بمكان، لأننا في هذا الزمان نحن أحوج ما نكون فيه إلى القدوة الصالحة، هذه القدوة التي حال بيننا وبينها أعداء الله سبحانه وتعالى، لأن أعداء الله عز وجل وأعداء دين الإسلام يريدون من المسلمين أن يقطعوا صلتهم بالسلف الصالح، وأن يقطعوا صلتهم بالأخيار من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونحن معشر المسلمين ما يمكنش لنا أننا نكون أعزة ويكون لنا الشرف ويكون لنا السؤدد إلى ما اتخذناش هؤلاء الرجال وهؤلاء النسوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما اتخذناهمش هم القدوة وهم الأسوة اللي بهم غادي نتأساو واللي هما غادي يكونوا لنا قدوة صالحة. إذن فالمسلم ما خصوش يكون مقطوع من شجرة، كيقولوا الأمة التي ليس لها تاريخ ليس لها مستقبل. الأمة اللي ما عندها تاريخ ما يمكنش يكون عندها مستقبل، فلابد للأمة الإسلامية أن ترتبط بتاريخها ارتباطا وثيقا،
لأن هذا التاريخ كيحيي فيها القيم الفاضلة والقيم النبيلة المذكورة في كتاب الله والمذكورة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتربية على القدوة الصالحة هذه واحد التربية اللي جاء بها القرآن الكريم وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة. لذلك علاش كنلقاو في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى كيذكر للرسول صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء؟ علاش كيذكر ليه قصص الأنبياء؟ باش يكونوا هما الأسوة وهما القدوة ليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. قال لك هذوك اللي هداهم الله سبحانه وتعالى فبهداهم اقتديه، يعني اقتدي بهم وتأسى بهم. شكون هما هذوك؟ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 نبيا ذكرهم الله سبحانه وتعالى، وقال في الأخر: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه سولوه على سورة صاد واش فيها السجدة، يعني سولوه على سورة صاد اللي هي قول الله سبحانه وتعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فقالوا ليه واش هذه فيها السجدة ولا لا؟ فقال لهم سيدنا عبد الله بن عباس، قال لهم: نعم، قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. يعني قال لهم فيها السجدة. علاش؟ لأنه نبي الله داود من الأنبياء اللي أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم باش يقتدي بهم. وبما أن داود عليه السلام استغفر ربه وخر راكعا وأناب، فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يستغفر ربه وأن يخر راكعا وأن ينيب. إذن قال لهم راه فيها السجدة، يعني جاوبهم بالقرآن مع العلم أنه فيها حديث خاص. إذن فأخواتي الكريمات، راه ضروري لنا أننا نتربوا على دراسة تراجم العلماء من الصحابة ومن التابعين، وكذلك دراسة الشخصيات العظيمة من الصحابيات ومن العالمات الفاضلات، باش يكونوا لنا قدوة، باش يكونوا لنا أسوة، باش نعطيهم المكان الحقيقي ديالهم في الإسلام. إذن هذه مقدمة لهذه المحاضرة التي هي حول موضوع صفحات مشرقة من حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها كما يقال أشهر من نار على علم، فهي لها فضائل ولها خصائص خصها الله سبحانه وتعالى بها. فمن هذه الفضائل التي فضلها الله سبحانه وتعالى بها أن جبريل أرسل إليها السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: عليك وعليه السلام. فقالت: عليك وعليه السلام. إذن فجبريل أقرأ السلام لعائشة رضي الله عنها، وهذا من الفضائل التي أكرمها الله سبحانه وتعالى بها. ومن فضائلها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، جميع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كن ثيبات، حتى وحدة ما بكر إلا عائشة رضي الله عنها هي اللي كانت بكر من دون سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها كذلك أنها ولدت في الإسلام، بحيث إنه لم يسبق إليها كفر، ما كانتش هي مشركة وأسلمت كحال كثير من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها يعني عاشت في الإسلام. ولذلك صح عنها رضي الله عنها أنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين.
قالت لهم انا راه ملي عقلت وملي حليت عينيا كنشوف الوالدين ديالي مسلمين. كتقصد الاب ديالها اللي هو ابو بكر الصديق والام ديالها اللي هي امه يعني ام رومان. كذلك من فضائلها رضي الله عنها انها لم ينزل الوحي في لحاف امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في لحاف عائشة. يعني كان هذه سبحان الله من الخصائص أن الوحي كان تنزل من اللي تيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في لحاف عائشة ولا ينزل في لحاف زوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائص عائشة رضي الله عنها وإكرام الله عز وجل لها. ومن فضائلها كذلك أنها برأ الله سبحانه وتعالى ساحتها من التهمة العظيمة التي هزت كيان قلبها وصدعت كبدها، يعني هذه التهمة المدمرة المزلزلة. عائشة رضي الله عنها كانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قفل من الغزوة ذهبت تلتمس عقدا لها قد ضاع منها، وجاء الناس وحملوا الهودج ووضعوه على البعير ولم يشكوا أن عائشة فيه ويرمى فيه، وكانت جارية ضعيفة يعني لم تثقل باللحم. فملي مشاو هي جات ما لقات حتى شي حاجة، الجيش كله مشى، لقات الناس كلهم رحلوا، بقات في بلاصتها حتى جا واحد الصحابي اللي هو صفوان بن المعطل وهو اللي حملها على بعيرها على بعيره وذهب بها إلى المدينة. فأطلق المنافقون ألسنتهم وزل من زل من بعض المسلمين في ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى تولى الدفاع عن عائشة رضي الله عنها وبرأ ساحتها، فأنزل في ذلك 18 آية، 18 آية نزلها الله سبحانه وتعالى كلها دفاع على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذه من الفضائل. قال الله سبحانه وتعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني هؤلاء اللي هي عائشة وغيرها من المؤمنات الغافلات بريئة مما نسب إليها ومما وصفت به. يعني هذا الحدث الله تبارك وتعالى تولى الدفاع عنها. إذن هذه واحد المجموعة من الفضائل التي ميز الله سبحانه وتعالى بها عائشة رضي الله عنها، واحد عدد من الخصائص التي أكرمها الله سبحانه وتعالى بها. لكن احنا الهدف ديالنا أخواتي الكريمات من هذا الدراسة لحياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه مش بغينا نعرفوا أحداث ووقائع مرت وانتهت وانتهى الموضوع، لا، احنا بغينا نعرفوا في عائشة رضي الله عنها أمورا تكون لنا فيها قدوة باش حنا نتخلقوا بأخلاقها وباش حنا نتأدبوا بالآداب التي كانت عائشة رضي الله عنها متأدبة بها، وباش نعرفوا ما هي الصفات التي كانت تتميز بها عائشة رضي الله عنها والتي علينا كذلك أن نتأدب بها وأن نتصف بها وأن نتخلق بها. إذن فعائشة رضي الله عنها حقيقة هي مدرسة، هي مدرسة دراستها لا يكفي فيه مجلس واحد، يعني واحد المجلس لا يكفي باش يعني تكون عندنا واحد الدراسة وافية على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل ولا يكفينا في ذلك مجالس عدة، يعني حتى عداد ديال المجالس ما غاديش يكفونا، ولكن كما يقال حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق، واللبيب تكفيه الإشارة، وما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقال. فأول حاجة اللي نبغي أننا نستفدها من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو حفظها للعلم وبثه في الأمة. يعني العلم ليس من خصوصية الرجال، بل المرأة مخاطبة كذلك بأن تتعلم وبأن تحمل العلم وبأن تنشره في الأمة، ولها في ذلك دور عظيم جدا عليها أن تطلع به. يعني المرأة المسلمة
راه عندها الحق وعندها الحظ باش تكون وباش تعلم وباش تستفد، وعندها الحق أنها تبث علمها في الأمة وأن تنشره في الأمة. والقدوة لنا في ذلك أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، شحال حملت من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم حملت من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل عائشة رضي الله عنها أدرجها العلماء في ضمن المكثرين للرواية. الإمام السيوطي رحمه الله في ألفيته لما تحدث عن الصحابة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المكثرون لرواية الآثار أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك المكثرون الناس اللي رووا على النبي صلى الله عليه وسلم واحد العلم كثير، هما سبعة: أبو هريرة، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، عبد الله بن عباس، أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله، عائشة أم المؤمنين. إذن فعائشة هي من الصحابيات اللي هزت واحد العلم كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هزت علم كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثته في الأمة ونشرته في الأمة. وقد بلغ مسندها الذي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت شحال روات من حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 2210 ديال الأحاديث، 2210 من الأحاديث اللي روتها عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها ما هو في البخاري، منها ما هو في مسلم، ما كاينش شي مسند من شي كتاب من كتب الحديث اللي تلقى حديث أحاديث عائشة كاينة فيه، كاينة في البخاري، في مسلم، في موطأ الإمام مالك، في سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجة، كاع دواوين الإسلام إلا وكتلقى عائشة رضي الله عنها حاضرة فيه بقوة، تلقى عائشة حاضرة فيه بقوة. إذن فهذا واحد الصفة اللي هي كاينة في أم المؤمنين عائشة وخصها تكون في المرأة المسلمة. بل عائشة رضي الله عنها كان الصحابة يفزعون إليها عند الاختلاف. الصحابة رضوان الله عليهم كانت شي أمور كيفزعوا لها عند الاختلاف، كيفزعوا لها عند الاختلاف. واحد المرة كانوا الصحابة رضي الله عنهم جالسين وتذكروا واحد المسألة من مسائل الطهارة، وهي: إذا جامع الرجل أهله ولم ينزل هل عليه غسل أم لا؟ يعني إنسان إذا جامع أهله ولم يحصل إنزال، واش واجب عليهم يغتسلوا ولا ما واجبش عليهم يغتسلوا؟ واحد فئة من الصحابة قالت لك ما دام أنه ما كاينش الإنزال ما واجبش عليهم يغتسلوا. واحد الفئة قالت لك واجب عليهم يغتسلوا واخا ما حصلش الإنزال. فوقع الاختلاف. هو يجي أبو موسى الأشعري عند أم المؤمنين عائشة، هو بيفضيها بالخلاف وبيرفع هذا النزاع. جاء عند الصديقة بنت الصديق اللي غادي تفصل لي في المسألة وغادي تنهي هذا الموضوع. قال لها: يا أماه إني سائلك عن أمر وإني لا أستحي. قال لها: يا أماه راه بغيت نسولك في شي حاجة ولكن راه حشمت. قالت له: يا بني ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. قالت لي كيف ما تتعامل مع الأم ديالك تتعامل معايا، ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. قال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في من جامع ولم ينزل. قال لها شق علي الاختلاف ديال الصحابة بالنسبة للإنسان اللي هو جامع أهله ولم ينزل، واش عليه الغسل أم لا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذه في رواية أبي هريرة، قالت هي إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني قالت لي رأى بمجرد العلاج يجب الاغتسال سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال.
ايش قال ابو موسى الاشعري؟ قال لها لا اسال عن هذا احدا بعدك ابدا. قال لها صافي كلامك هو الكبير، يعني لان هذا الكلام الذي قالته هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام اللي قالت يراه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد اخواتي الكريمات ان عائشه رضي الله عنها كانت تبث العلم في الامه، وكان الصحابه يفزعون اليها عند الاختلاف، بل الامام بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله ذكر واحد الفصل فيما استدركته عائشه رضي الله عنها على الصحابه، يعني ذكرت بان واحد العدد ديال المسائل خطأوا فيها بعض الصحابه وكانت عائشه هي اللي كتصحح لهم، وكانت عائشه هي اللي كتقومهم، وكانت عائشه هي اللي تجيب لهم العلم الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه واحد الصفه اللي هي ماشي حكر على عائشه رضي الله عنها، بل هي صفه يمكن ان تتصف بها الامه المسلمه او المراه المسلمه، ما خصهاش تبقى في الجهل وتبقى في الغفله، ما هي ما مكتوب عليها تبقى يعني تبقى في الجهل، بالعكس يراد لها العلم ويراد لها المعرفه. المراه المسلمه لا يراد لها التجهيل، بدليل الاسلام ما تبغيش المراه المسلمه تكون جاهله، ولا المراه المسلمه تكون غير متعلمه، ولا المراه المسلمه تكون لا صله لها بالعلم، هذا الامر ما كاينش في الاسلام. ها هي عائشه رضي الله عنها حملت العلم وبلغته في الامه، وكان الصحابة يفزعون إليها، وكان التابعون يأتونها ويسألونها، وطبعا من وراء حجاب، فكانت تستقبل الناس في الأجوبة وفي الإفتاء، وكانت تستقبلهم من وراء حجاب رضي الله عنها وأرضاها. واحد مرة جاء عندها مسروق يعني وسألها أسئلة وأجابته، والغد لي عاوتاني جاي عندها بغي يسولها، هي تقول له باب التربيه، قالت لي يا بني ماذا فعلت فيما سمعت؟ قالت لي هذاك الشيء اللي سمعتي البارحه اش طبقتي فيه؟ قال لها والو. قالت له وما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ قالت له ولاش جاي عاوتاني بيتسول؟ تتكثر غير على راسك في الحجج، تتكثرهم على راسك وتكثرهم علينا حتى حنا، يعني كانها بغات تقول له ما يكونش الهم ديالك هو انك تبقى غاتتسول، ولا تبقى غير تتبحث، ولا تعرف شي حاجه اللي ما عرفتهاش، يكون الهم ديالك الحاجه اللي عرفتها خصك تطبقها، وهذا من باب التربيه في التعليم. وهذه من المسائل المهمه اللي رشدتنا لها عائشه رضي الله عنها، والاصول ديالها كاينه في القران الكريم وكاينه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي معناها الانسان يبدا يقلب غير باش يبان انه تيعرف بزاف، هذا ماشي هو المدح للانسان، راه ماشي الانسان الممدوح هو ذاك الانسان اللي كيقلب غير يعرف بزاف، راه الانسان المحمود هو الانسان اللي كيعرف شي حاجه وكيخرجها للواقع العملي وكيخرج يطبقها، وهكذا كانوا الصحابه رضوان الله عليهم. وهذا اسلوب عظيم من اساليب التعليم، لان هي ما بغاتش تخرج واحد الفئه من الناس اللي تكون عارفه ولكن الاخلاق صفر، تكون عارفه ولكن العمل صفر، لا، بغات هي تخرج واحد الفئه اللي كتجمع بين العلم وبين العمل. فهذا هو الاثر ديال ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. الا رجعنا مثلا لكتاب سير اعلام النبلاء ديال الذهبي، ولا يعني تهذيب الكمال للامام المزي، ولقينا شحال من واحد اللي كيروي على عائشه وكيستفد منها، غادي نلقاو بانهم المئات ماشي العشرات، المئات ديال التلاميذ اللي رووا عليها واللي استفدوا منها العلم. اذا هذه هي الصفه الاولى، وهذه هي الصفحه الاولى من صفحات عائشه رضي الله عنها، والتي علينا ان نستفيدها. كذلك لذلك هنا نفتح واحد القوس، ملي تيهضروا العلماء على ايهما افضل، واش خديجه رضي الله عنها ولا عائشه رضي الله عنها؟ فهذا واحد نقاش كبير بين العلماء، ايهما افضل، واش خديجه ولا عائشه؟ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عنده واحد الكلام جميل في هذه القضيه، قال لك اودي راه كل وحده عندها خصائص لا تلحقها الاخرى فيها. مثلا خديجه اعطاها الله تعالى شي امور ما تتوصلهاش عائشه فيها. اولا هي اول من اسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا هي اللي احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم لما اذاه الناس، وهي اللي شجعت النبي صلى الله عليه وسلم باش ينشر الاسلام. هذه الخصائص هذه ما تيسرتش لعائشه رضي الله عنها، لانه كما ذكرت كانت صغيره
جدا. ما دركتش هي عائشة، خديجة ما دركتهاش عائشة رضي الله عنها. ولكن في الأخر ديال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، داكشي اللي دارت عائشة ما دارتوش خديجة. عائشة هي اللي كما قلنا نشرت العلم، 2210 ديال الأحاديث ما رواتهاش خديجة رضي الله عنها، ورواتها لنا عائشة. شحال من الصحابة كانوا تيستفتيوها، وكانت تفتيهم، وكانت تعلمهم، وكانت تنشر العلم. هذه الخصائص اللي عطى الله تعالى لعائشة ما عطاهمش لخديجة. فلذلك خديجة حفظ لها الله شي خصائص ما كاينينش عند عائشة، وعائشة حفظ لها الله شي خصائص ما كاينينش عند خديجة. فبداية حياة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أفضل، ونهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أفضل. إذن فنالت الفضيلة في الأمة بسبب أنها تعلمت العلم ونشرته في الأمة. هذا واحد صفحة من الصفحات، واحد الخلق من الأخلاق اللي خصنا نحيوه في الأمة، واللي خص النساء ديولنا يحاولوا ما أمكن أنهم يجعلوا من عائشة رضي الله عنها قدوة، يجعلوا من عائشة رضي الله عنها قدوة في هذا الباب. الصفحة الثانية، وهو حسن تبعولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من المسائل اللي خص المرأة المسلمة تدرسها في حياة عائشة، ومن الأخلاق اللي خصنا نعرفوها بأنها كاينة في أم المؤمنين عائشة، هو هذاك حسن التبعول للزوج اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وذاك حسن المعاملة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة حقيقة قدوة للزوجة الصالحة، يعني الزوجة اللي بغت تكون صالحة في بيتها، وبغت تكون مصلحة لعلاقتها مع زوجها، خصها حقيقة تدرس الحياة ديال عائشة رضي الله عنها، وتخلق بالأخلاق ديال عائشة رضي الله عنها. راه عائشة رضي الله عنها كانت عجيبة في حسن المعاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذه المسألة ما هو؟ علاش الرسول صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة، قيل ومن الرجال؟ قال أبوها. النبي صلى الله عليه وسلم عنده زوجة كتار يبلغن 9، ولكن مباشرة فاش تسول من أحب الناس إليك، تلقائيا قال عائشة. واش هاد التشريف اللي شرف به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تيجي غير هكاك عبثا واعتباطا من غير تضحية؟ جواب لا، راه ماشي جات عائشة ودات هاد المكان غير هكاك، راه ما كاينش شي حاجة بدون تضحية، وما كاينش شي حاجة بدون عمل. راه عائشة رضي الله عنها كانت نعمة الزوجة في معاملتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما تيعنيش أن النساء الآخرين ما كانوش في المستوى، لا، تهما كانوا في المستوى، ولكن هما راه كلهم زيانين، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كاين الإنسان اللي كيفتح عليه الله سبحانه وتعالى في واحد الباب ويتقنه أحسن من غيره، هما راه كاع مزيانين، ولكن بعضه أفضل من بعض. فعائشة رضي الله عنها كان لها حسن التبعول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك استولت على قلبه. وهذا كما قلت راه شيء طبيعي جدا. الإنسان دروكا اللي كيكون عنده ولاد 4 ولا 5، تيكون واحد الولد بار بأبيه ويخدمه ولا يرفع صوته عليه، وقت ما طلبوا تيلقاه موجود، وقت ما قدم يطلب منه شي غلط تيقول لي سمعنا وأطعنا. واش هذا ما غاديش يملك القلب ديال الأب ديالو؟ أكيد غادي يقلب، غادي يملك القلب ديال الأب ديالو. مع العلم أن الإخوة الآخرين غادي تلقاهم تاهما تيبروا بالأب ديالهم وماشي عاقين، ولكن هذا فاتهم في الإحسان وفاتهم في البر، فحاز على قلب الوالد. كذلك عائشة رضي الله عنها قاع تيتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مزيان، ولكن كانت المعاملة ديال عائشة رضي الله عنها كانت معاملة خاصة. والدليل على هذه المسألة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم
لما مرض مرض الوفاة. من اللي مرض النبي صلى الله عليه وسلم ذاك المرض اللي مات فيه. كل ليلة يقول لهم أين أكون غدا؟ أين أكون غدا؟ يعني تيقول لهم فين غادي نكون غدا؟ تيقولوا لي عند فلان. الغد لي عاوتاني أين سأكون غدا؟ وهو يتشوق لذاك الليلة اللي غادي يكون الغد لي فيها عند عائشة رضي الله عنها. قال لك ملي شافوا الزوجات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تشوق ديال النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عائشة، ملي شافوا التشوق ديالو ناضوا هما ما يتنازلوا على الليالي ديالهم كاملين، طلبا لراحة النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه، طلبا لراحة النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه. وما يقول قالوا صافي حنا هاد الليالي اللي بقات نتنازلوا كلها سير دوزها عند عائشة. علاش؟ لأنه عرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فاش يكون عند عائشة يكون في قمة الراحة، والإنسان المريض كيحتاج إلى من يعتني به أكثر، إلى من يعتني به أكثر. إذن هذا علاش؟ لأن عائشة كانت تحسن أكثر من غيرها معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه رسالة للمرأة المسلمة، إلا بغيتي تملكي القلب ديال الزوج ديالك ماشي تملكيه بالسحر كما يفعل بعض الجهلة من النساء هداهن الله. كتبغي قال لك تسيطر على الزوج ديالها وتمشي دير ليه السحور ودير تمشي عند المشعوذين ودير تقول لي انا راه بغيت نتحكم فيه، انا راه بغيت نديرو خاتم في صبعي، انا بغيت نردو كي البهيمه، نقول ليه نوضي نوض، نقول ليه جلسي جلس. وتلقى الناس اللي هما ضعاف الايمان ممن يدعون الفقه ويدعون العلم وتسعفهم في هذه الامور التي هي بيع للعقيده وللدين بزخرف من الحياه الدنيا. هل طريقه المرأة إلا بغت تملك القلب ديال الزوج بحسن المعاملة وبحسن العشرة كما دارت عائشة رضي الله عنها؟ راه كاين المنافسات، وراه ماشي منافسات وحدات، ماشي وحدة ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة، وراه 90، ومع ذلك فازت بأن تملك قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الشيء ما غاديش يجي إلا بتضحية عظيمة، إلا بتضحية عظيمة. لذلك يعني هذه رسالة للمرأة المسلمة أنها تقتدي بعائشة رضي الله عنها. من الدليل كذلك على حسن تبعولها وحسن عنايتها بالنبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. يعني عائشة رضي الله عنها قالت لك كانت يكون علي الصوم في رمضان، يعني أيام الحيض، وقالت لك ما تنقدرش نرد هذوك الأيامات اللي كنفطرهم في رمضان إلا في شعبان، حتى لشعبان عاد تنقضي هذوك الأيام. قال لك العلماء علاش عائشة رضي الله عنها كتوخر القضاء ديال رمضان من رمضان حتى لشعبان؟ هو أن عائشة رضي الله عنها كانت تتفرغ تفرغا تاما كاملا لخدمة رسول الله. كانت تتفرغ واحد التفرغ كامل لتخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. داك الشيء باش ما كتستطعش انها تقضي القضاء ديالها في رمضان حتى لشعبان، اعتناء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا هذه عائشه في حسن معاملتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت هذه رساله للاخت المسلمه انها عليها ان تكون قدوتها في ذلك هي عائشه رضي الله عنها وارضاها. كذلك من حسن تبعولها هو ذكاؤها وخبرتها بما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من المسائل اللي خصها توصل لها المرأة المسلمة في المعاملة ديالها مع الزوج ديالها هو أنها ما تحتاج تسناه حتى تيقول لها أش اللي خاصو. هي خصها تكون ذكية، خصها تكون ذكية وتكون عارفة اش اللي بغى الزوج ديالها ولو لم يتكلم. يعني وهذا الشيء خصها تخدم عليه المرأة المسلمة. عائشة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا وقبيل وفاته بلحظات، والحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم،
قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم بلحظات. عائشة رضي الله عنها كانت مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فمعه سواك رطب، يعني دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب، يعني في يديه واحد السواك رطب مازال جديد يلا تقلع من الشجرة دياله. قالت عائشة: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. غير النبي صلى الله عليه وسلم شاف عبد الرحمن بن أبي بكر وشاف هذاك السواك في يديه، عائشة عرفت بأن النبي صلى الله عليه وسلم بغى هذاك السواك، فقالت له: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. هو يشد هذاك السواك، قالت لك: فقضمته، يعني قطعته، وطيبته، يعني لينته، يعني عدته باش تفرك هذاك الفرشات ديال السواك، وانا نعطيه للرسول صلى الله عليه وسلم. قالت لي: هاك يا رسول الله، دوز يعني السواك. قالت لك: فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا احسن منه. يعني قالت لك: ما شفتش الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام دار شي سواك احسن من هذاك النار، ومجرد انه فرغ من هذاك السواك رفع اصبعه الى السماء وقال في الرفيق الاعلى مرتين او ثلاثا، ثم مات صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الذكاء ديال عائشه رضي الله عنها، هذه رساله للمراه المسلمه انها لا ينبغي ان تكون بليده الذهن بحيث يطلب منها الزوج الحاجه، لا، بالعكس، ينبغي للمراه أن تكون ذكية بحيث تستطيع أن تقرأ أفكار زوجها. هذا ماشي طبعا قراءة الأفكار اللي هو شائع عند الخرافيين، ولكن خصها تكون قارية وتكون فاهمة مزيان وتكون عارفة، ما تحتاج قاع يقول لها، ما تحتاج قاع يقول لها، خصها تكون هي كتعرف من تلقاء نفسها، وتكون تتختبر أو تتخبر يعني الحالة النفسية ديال الزوج ديالها. وهكا كانت عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها هكا كانت، لذلك نالت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستولت على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمرأة المسلمة خصها تقتدي بعائشة رضي الله عنها في هذا الخلق العظيم، وخصوصا في هذا الزمان اللي كيدخل الزوج وهو متعب من العمل ومن تبعاته، وتلقى الزوجة غارقة في الواتساب أو غارقة في الفيسبوك وغارقة في كذا، ولا تأبه له سواء دخل أم خرج. هذا راه خلل في التربية، ولا ينبغي، بل ينبغي للمرأة أن تجعل جل اهتمامها يعني عند زوجها، يعني خصها تدير جل اهتمام ديالها عند الزوج، وأن لا تهمله، أن لا تهمله. دير كما دارت هذه المرأة اللي سولها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لها: أذات بعلين أنت؟ قالت: نعم. قال لها: كيف أنت منه؟ قالت له: لا آل جهدا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انظري كيف أنت منه، إنما هو جنتك أو نارك. إذن فأم المؤمنين عائشة رها حقيقة في هذا الباب هي مدرسة، ورا ماشي غير هي، رى واحد العدد ديال النساء الصالحات يعني كانوا بهذا الشكل. فهذه واحد الصفحة من صفحات عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كذلك من الصفحات أن عائشة رضي الله عنها كانت بعض تصرفاتها بركة على الأمة. يعني عائشة رضي الله عنها كانت شي تصرفات دارتها، وخاف الأول بعض الناس لم ترقهم تلك التصرفات، لكنها جعل الله سبحانه وتعالى فيها الخير الكثير للأمة. وأذكر على سبيل المثال قصة التيمم، يعني القصة ديال التيمم، كيفاش الله تعالى شرع لنا بعد التيمم؟ راه السبب في مشروعية التيمم هي عائشة رضي الله عنها، لأن الأمة في الأول كانت مأمورة بالاغتسال والوضوء،
ما كانتش مأمورة بالتيمم أبدا، كانت مأمورة بالاغتسال والوضوء. إما نسان كاين الماء يتوضأ، ما كاينش الماء ما عنده حتى شي حاجة إلا أنه يتوضأ أو يغتسل. فكانت مشروعيته أو كان مشروعية التيمم بسبب عائشة رضي الله عنها. كيف ذلك؟ واحد المرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، واحد المرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر، لأن كان من العادة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرع بين نسائه إذا أراد الخروج. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بغي يمشي في شي سفر كان يدير القرعة بين نسائه في الخروج، كل غادي تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك السفر خرجت عائشة رضي الله عنها معه، وملي كان راجع أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لواحد البلاصة وبغي يبات حتى الصباح، وهذاك المكان ليس فيه ماء وليس معهم ماء، يعني تقاد لهم الملك يشربوا منه، والمكان اللي فيه ما كاين فيه لا بير ولا عين ولا حتى شي حاجة، فليس معهم ماء وليس على ماء. فهنا عائشة رضي الله عنها تودر لها واحد القلادة، واحد القلادة ديالها تودرت، وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم أقيم على التماسه، قالت لي عافاك هذه القلادة ما سخيتش بها وبقى نقلب عليها حتى لقاوها. هذه القضية هذه أزعجت الناس، لأن الناس رافدين الهم لصلاة الصبح اللي غادي تجي، هذيك صلاة الصبح ما معاهمش الماء وما كاينش تما شي بير منين غادي يسقيو ولا شي ضايع ولا شي عين، اذا غادي يلقاو مشكله في صلاه الصبح. فهما بحال الطلب اللي طلبت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يقلب على العقد، وفعلا صيفط شي رجال قال لهم سيروا قلبوا على العقد حتى تلقاو. هذا الامر هذا قلق بعض الصحابه، وما جاوا عند ابي بكر الصديق قالوا ليه يا ابا بكر ألم ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت لي على ما عرفتيش؟ قالوا لي على ما عرفتيش اش دارت لنا عائشة؟ راه حبست الرسول صلى الله عليه وسلم وحبست الناس وما عندنا الماء باش نتوضاو وما كاينش منين غادي نسقيو هذا الماء باش نتوضاو. قالوا لي سير يا أبا بكر قول لعائشة باش تطلق النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ونمشي وباش نصليو صلاة الصبح بالطهارة. فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو عفوا أبو بكر الصديق جاء عند عائشة رضي الله عنها غضبان، توا ما عجبوش التصرف، جاء غضبان هو يدخل على عائشة رضي الله عنها لقاها جالسة والنبي صلى الله عليه وسلم متكئون على ركبتها، النبي صلى الله عليه وسلم تكي نعس، هو يقول لها معاتبا تتي خصم عليها، قال لها أقمت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ما وليس معهم ما؟ قالت لك فجعل يطعن بيده في خاصرتي، قالت لك بدا كي ينغزني بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كيمنعني من الحركة إلا البلاصة اللي نعس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما راه فعلا أوجعني ما فعله أبو بكر بي. ملي قال لك وصلت لصلاة الصبح والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء أنزل الله آية التيمم، أنزل الله آية التيمم، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال لي ماشي هذه هي البركة الأولى التي أصابت الأمة بسببكم يا آل أبي بكر. يعني شوف هذاك الفعل اللي درت عائشة وخف له ولتقلقوا منه الناس، جعل الله فيه خيرا كثيرا وفتح الله به على الأمة وأكرم الله عز وجل به الأمة، حيث إنه قد نزلت عليها رخصة أصبحت الرخصة مفزعاً لكل مبتلى إلى يوم القيامة. وكان هذا الشيء كل شيء بسبب ديال عائشة رضي الله عنها، وخبر الناس ما كانش عاجبهم التصرف اللي دارت، وهذا من بركتها رضي الله عنها على الأمة.
علاش النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالناس؟ هنا بنا نستفدوا يعني كيفاش حتى الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم شوف كي كانت تتعامل عائشة رضي الله عنها وبالتالي كيفاش حتى هو كانت يتعامل معها. عائشة كانت القمة في تعاملها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان قمة في التعامل معها. داكشي باش يعني ملي كان يعني بغات العقد ديالها أقام على التماسه وما قال لها لا تصدعيناش هذاك العقد ديالك نشريو لك واحد اخر غير خلي هذاك يتوضر ونمشي نجيب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم شد ديال خاطر. علاش؟ اصلا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ما هي كدير لي خاطره بزاف كان حتى هو تيدير لها الخاطر بزاف، وهذه هي الاخلاق. الا نهضروا على الزوجه انها خاصها دير الاخلاق مع الزوج ديالها، نهضروا كذلك على انه الزوج خصو حتى هو يكون فيه الاخلاق مع الزوجه ديالو. فلا ينبغي للزوج انه يطالب الزوجه ديالو باش تعامل معاه بكامل الاخلاق وفي نفس الوقت هو ما يدير والو. لا، راه الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تتعامل مع عائشه قمه التعامل، ولكن حتى هو كان تيسعفها منها مثلا في هذه القضيه ديال التيمم، ومنها كذلك انه واحد المره جاو هذوك الحبشه يعني جاو الحبشه وكيديروا واحد الاستعراض عسكري في المسجد، كيديروا استعراض عسكري في المسجد، وعائشة رضي الله عنها قالت لي أنا بغيت نشوف هذاك الاستعراض اللي كيديروه الحبشة. هو يوقف لها النبي صلى الله عليه وسلم في الباب وجات هي من وراه وكتطل من ورا كتفه وبقات كتشوف تقول لها النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليك، تقول لي مازال، وتبقى تشوف عاوتاني تقول لها النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليك، تقول لي مازال، حتى الاخر ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا لهذه الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو، اقدروا لها قدرها. يعني قال لك الجارية اللي هي عائشة مازال السن ديالها صغير وكانت كذلك تلعب بالعرائس، يعني كانت عندها يعني دوك العرائس بحال شكل المونيكات تتسمى البنات كانت تلعب بهم وكانت يخليها النبي صلى الله عليه وسلم تلعب بهم، كذلك كانت يصيفط لها بنيات تلعبوا معها باش ما تقنطش وباش ما تستوحش. يعني هذه امور، وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابقها في الطريق. واحد المره الرسول عليه الصلاه والسلام كان جاي من سفر هو والصحابه، وملي وصلوا لواحد المكان قال الصحابه حركوا البهايم ديالكم سيروا، مشاو حتى ما بقى تما الا النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه، ويقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه جيت نتسابق معاك، وتسابق النبي صلى الله عليه وسلم هو وعائشه وسبقته في الاول، وداز عاوتاني واحد المده وتسابق معها وسبقها، ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه بتلك، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه بتلك. يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم كيتصنت لها باهتمام، كان النبي صلى الله عليه وسلم كيتصنت لها باهتمام، الا كتعاود لي شي حاجه كيتصنت لها باهتمام، بحال في حديث ام زرع. واحد المره النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع عائشه في الليل وقالت له واش فراسك اش اللي وقع مع 11 امراه؟ راه واحد 11 المراه اجتمعوا بعضياتهم وتذاكروا وقالوا لا نكتم من اخبار ازواجنا شيئا، وبقى النبي صلى الله عليه وسلم كيتصنت لها ها اللي قالت الاولى، ها اللي قالت الثانيه، ها اللي قالت الثالثه. اذا فالبيت المسلم راه المسؤوليه لا تقع فيه على المراه فقط بقدر ما تقع كذلك على الزوج. فها كيفاش كانت تتعامل عائشه وها كيفاش كانت يعاملها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا لا بد من واحد التنبيه، وهذا تنستفدوه كذلك من عائشه رضي الله عنها وصفحه من صفحاتها. النبي صلى الله عليه وسلم وان كان يحب عائشه حبا كبيرا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كيشد لها بالخطر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تيسعفها في واحد العدد ديال الامور، لكن اذا كانت شي حاجه اللي هي مخالفه للشرع فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبلها ولا يداهنها في ذلك. وهذه من المسائل المهمه في التربيه وفي التعامل مع الزوجه وتعامل الزوجه مع زوجها. نعم، الزوج خصو يسعف الزوجه ديالو وينبغي ان يحبها، وهي كذلك خص يكون عندها حسن التباعد والتعاون والتعامل مع زوجها، ولكن في حدود الشرع. الا كان شي حاجه اللي فيها مخالفه للشرع ما خصش تكون مداهنه ولا يسكت ولا يداهن ولا يقول واش بس ما كاين، لا ما كاينش بس ما كاين. والدليل على هذه المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، ملي جا من السفر وذاك السفر ما كانش فيه عائشه رضي الله عنها معه،
يعني عائشة ما كانتش معاه في هذاك السفر. النبي عليه الصلاة والسلام ملي مشى لذاك السفر ورجع، عائشة هي اللي غادي تستقبله في غرفتها. اش دارت؟ نط هي تشد الحيط وغطاته بواحد الستار، غطاته بواحد الستار، وهذاك الستار فيه تصاوير خامية، خامية غطات بها الحيط فيه تصاوير. وملي جا الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بالباب ويشوف هذيك التصاوير، وتمعر وجهه وغضب، ويغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لها ما بال هذه النمرقة؟ قال اش كيدير انتم هنايا؟ قالت يا رسول الله صنعته اتزين لك. قالت لي يا رسول الله انا عرفتك جاي وبيت نزين الغرفة، ودرت لها هاد الخامية هادي وهاد الستار باش نزين الحائط. ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. قال لها راه مالين هاد الصور بعدا راه يعذبون يوم القيامة. فتناول الستر وهتكه، فتناول الستر وهتكه، يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب عائشة لحسن تعاملها معه، ولكن هذا ماشي معناه المداهنة. إلا كان شي أمر يتعلق بالأحكام الشرعية فلا ينبغي أن يداهن في دين الله سبحانه وتعالى، لأن المداهنة ماشي من خلق المسلم. شنو هي المداهنة؟ نشوفك تدير واحد الغلط ونضحك لك ونقول لك جزاك الله خيرا. لا، إلا كدير واحد الغلط نقول لك اسمح لي يا فلان، الله يجزك بخير، اسمحي لي يا فلان، الله يجزك بخير. هذا الأمر اللي كديره لا يجوز. إذن هكا خصها تكون التعامل، وهذا هو الصدق في المعاملة، يعني هذا هو يعني الصدق في المعاملة. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت يحب عائشة وكانت يسعفها، ولكن إلا درت واحد شيء، إلا درت شيء غلط كانت ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، واحد المرة النبي صلى الله عليه وسلم كان نعس مع عائشة في فراش واحد، واحد لقيتها النبي صلى الله عليه وسلم ناض ويتسل، فهادشي في الليل، تسلم الفراش ولبس ثيابه هو يخرج. عائشة رضي الله عنها عاقت به ملي خرج، ناض حتى هي لبست الثياب ديالها وتبعته، وهادشي في الليل. مشى الرسول صلى الله عليه وسلم تابعاه 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 حتى مشى للبقيع، المقبرة. مشى للمقبرة ورفع يديه ودعا الله عز وجل، رفع يديه ودعا الله عز وجل، ثم رجع. عائشة رضي الله عنها قالت لك أنا يا غادية قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، ملي كيجري كنجري حتى أنا، ملي كيرخف المشية ترخف حتى أنا. قالت لك حتى دخلت سبقته، أدخلت وتجبدت في الفراش بحال لا حتى شي حاجة ما كاينة. ها واحد الشيء دخل الرسول صلى الله عليه وسلم من وراها، ولكن ما يمكنش الانسان الا مشى تيجري وجا تلقاه هادي، هلا بدا تلقاه تينهج. فملي دخل الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها كتنهج، تدي لك يعني ديك السخفه ديال المشي وديال الجري. هو يقول لها يا عائشة ما لك حشيا رابية؟ قال لها مالك عائشة الكرش ديالك تطلع وتهبط؟ قالت لي لا شيء. قال لها لا تنبئني او لا ينبئنني اللطيف الخبير. قال لها اما قولي لي وراه كاين الله عز وجل اللي غادي يقول لي. قالت لي يا رسول الله شتك خرجتي ولبست حوايجي وتبعتك. قال لها قول واحد شي حاجه كحله كانت قدامي انت هذيك. قالت لي هي، لان في الليل الا كان الانسان قريب لك واحد شويه كتشوف غير شي دمدومه سوداء، ما كتبانش لك الشخصيه شكون. قال لها واش انت السواد الذي كان امامي؟ قالت لي اجل. هو يضرب يعني في صدرها وبطنها ضربه، لكزها لكزه. هو يقول لها اتخافين ان يحيف الله عليك ورسوله؟ قال لي علاش تبعتيني؟ خفتي واش انا غادي نخليك ونمشي نبات عند زوجة اخرى؟ يعني انكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وما قبلش منها هذا التصرف، يعني قال لها ما يمكنش.
ما يمكنش انا الليله ديالك ونمشي انايا نعس معاك واحد شويه ونمشي نكمل المبيت في يعني في بيتي وغرفه زوجه اخرى. هذا لا يمكن، لان هذا ظلم، والظلم لا يتصور يعني ولا ينبغي ان نتصوره في حق النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال واش خفتي ان يجور عليك الله ورسوله؟ ومهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ربها وانكر عليها، ما خلاهاش يعني دير لي عجبها. فماشي معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم الا كيحب عائشه خليها دير لي عجبها، لا، الا كيحب عائشه ينصحها ويوجهها، والا خلفت في شي امر من الامور ينبهها النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك. كذلك من الصفحات التي نستفيدها من حياة عائشة رضي الله عنها عذر النبي صلى الله عليه وسلم لها في الغيرة. وهذه حقيقة رسالة للمرأة المسلمة أو للبيت المسلم، أن خصوصا الزوج، الزوج ينبغي أن يعلم أن المرأة تضعف أمام غيرتها، ولذلك لا ينبغي أن يحاسبها محاسبة شديدة في الأفعال والتصرفات التي تصدر نتيجة لغيرتها. فمن المسائل اللي كنستفدوها من حياة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعذرها في مسألة الغيرة. واحد المرة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة بصحفة فيها طعام، صفتتها واحد الزوجة أخرى من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وجابت هذيك الصحفة البيت اللي فين كاين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت عائشة. عائشة شافت هذاك المشهد ما عجبهاش الحال، نضت هي تضرب هذيك الجارية، ضربت لها يديها وتلح هذاك الطعام وتهرس هذاك الماعون، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم ما سبها، ما عايرهاش، ما خصمش عليها، ولم يزد على أنت بالسماء وقال غارت أمكم غارت أمكم. ونض ويشري واحد الماعون آخر بحال هذاك وصفته لهذيك اللي صفتته. فالشاهد هنا ما النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمش على عائشة رضي الله عنها كما خاصم عليها في المسائل الأخرى. الجواب أن عائشة فعلت ذلك بمقتضى الغيرة، بمعنى أنها مغلوبة على أمرها، والإنسان تيخصو يعذر الإنسان اللي هو مغلوب على أمره. فهذه المرأة هي مغلوبة على أمرها فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كذلك من الأمور اللي هي من بيت النبوة والتي ينبغي أن نستفيدها. عائشة رضي الله عنها، وبهذا أختم، كانت رضي الله عنها زاهدة في الدنيا، كانت زاهدة في الدنيا وكانت مؤثرة للآخرة، وهذه من الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن نقتدي فيها جميعا بعائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها ما كانتش تلهطور الدنيا، عائشة رضي الله عنها ما كانتش تؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. ويدل لهذه المسألة موقفان، نذكر غير جوج المواقف اللي كتبين عائشة رضي الله عنها كيف أنها كانت صوامة قوامة عابدة لله سبحانه وتعالى، وأنها لم تكن وراء الدنيا. الموقف الأول موقف التخيير. واحد المرة الزوجات ديال النبي صلى الله عليه وسلم داروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لي يا رسول الله تالينو احنا عايشين في هذا الفقر وعايشين في هذه المسكنة وعايشين في هذا شظف العيش، مرة حتى حنا بغينا نتبرعوا شويه، بغينا نلبسوا، بغينا ناكلوا، بغينا نشربوا، بغينا كذا. وانتم كتعرفوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان القوت ديالو كفاف، ما كاينش الفقر وفي نفس الوقت ما كاينش الغنى. وكان يمر الشهر والشهران ولا توقد النار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تياكلوا التمر والماء، المهم غاديين في الكفاف، ما كاينش ذاك الترف وفي نفس الوقت ما كاينش يعني الفقر بشكل نهائي. فنضوا اتفقوا الزوجات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا نطلبوا منه انه يبسط لنا في الحياه الدنيا. ملي مشاو عند الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت الايه ديال التخيير، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني نزلت الآية ديال التخيير، تيقول الله تعالى للزوجات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بغيتوا تعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المستوى مرحبا، ما بغيتوش تعيشوا اطلقكم وتزوجوكم دوك أصحاب الأموال اللي غادي يعيشوكم في رغد العيش وفي الترف.
ملي نزلت الآية ديال التخيير تحطوا الآن بين موقفين، بين أنهم يقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يقبلوا الدنيا، يعني ما يمكنش يجتمعوا لهم وحدة فيهم، إما يقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وإما يختاروا الحياة الدنيا. فقالوا اش غادي نديروا؟ نقدموا عائشة هي الأولى نشوفوا اش بدير. فأول ما قدموا عائشة رضي الله عنها، فقالت لا والله يا رسول الله لا نبغي بك بدلا، واختارت الله ورسوله والدار الآخرة على زخرف الحياة الدنيا، وكانت بذلك قدوة صالحة لسائر الزوجات. كلهم الزوجات ديال النصوص اختاروا الاختيار ديال عائشة رضي الله عنها، مع العلم كلهم كبروا من نفسهم، مع العلم كلهم يعني سبقوا في الزواج، ومع ذلك سبقوا عائشة اللي هي صغرهم سنا، ومع ذلك كانت يعني من حيث العقل كانت راجحة، حيث اختارت الله ورسوله والدار الآخرة وما اختارت الحياة الدنيا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على زهدها في الحياة الدنيا. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني وقع لها مع عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هو ولد أختها، ولد أسماء رضي الله عنها. أش وقع لها مع عبد الله بن الزبير؟ صفت لها 100,000 درهم. 100,000 درهم، ماشي 1,000 درهم فضي، 100,000. وصفتها لها في واحد الطبق كبير، ملي تحط هذاك الخير قدامها ديال المال، وكانت معها واحد الخادمة ديالها اسميتها أم ذرة. أم ذرة كتهز تقول لها دير هذوك، تهز عاوتاني دير فلان، دير فلانة، دير هذوك، دير هذوك، فقراء والمساكين. توزعت 100,000 كلها. والعجيب وعائشة ما عندها، هي صايمة هذاك النهار وما عندهاش باش تفطر. ملي وصلت العشية قالت لها أم ذرة اش غادي ندير يا أمه؟ الفطورة ما كاين والو. وكون خليتي لينا من هذيك 100,000 غاديرها من جيبوها لحم. قالت لها لا تعاتبيني، لو ذكرتيني لا فعلت. قالت لها بلا ما تعاتبيني ولا تخاصمي عليا، كون قلتيها لي راه نعاود نخلي نديرها ما ناكلوهم، ولكن ما فكرتينيش. يعني شوف هذا موقف عجيب جدا. هذا بغيت نحللوه بعقلي يصعب تحليله. انسان صايم وحنا كنعرفوا الانسان حنا فاش نكونوا صايمين من 8 الصباح وكنخمموا واش بينا ناكلوا في الفطور، ها اللي خصنا نشريو اللي خصنا نشريو اللي خصنا نشريو، وهذه صايمه وناسيه راسها كاع، نسات راسها اش بتاكل عشيه. وملي جاها الخير والخير الكثير، 100,000 درهم راه واحد المبلغ خيالي، راه مبلغ خيالي. لانه ملي وصلت الخبر لعبد الله بن الزبير قالوا ليه راه هذوك الفلوس اللي صيفطتي لعائشه، هذوك الفلوس اللي صيفطتي لعائشه راه وزعاتهم كاملين ما خلات فيهم ولا درهم. هو يغضب عليها، هو تقلق بحال قال لي انا نصيفط لك المال وانت توزعيه، راه بغيتك انت اللي تستافدي منه. وقالت لي علاش تعاتبني في الانفاق وفي الصدقه، وحلفت انها ما تهضر معه. وما خلى هذاك ابن الزبير اش اللي جاب لها تيشفعوا ليه وتيطلبوها غير باش يعني باش تقبلوا، ولا بغات تقبلوا. هجرات واحد الهجر ديال التعذيب، حتى ولا استعن بواحد الشخص وكانت عنده مكانه كبيره عند عائشه رضي الله عنها. قال لها ودي غادي بغيتك تدخل ليا في هذه القضيه. قال لي واش غندير؟ قال لي غادي نستاذن انا ملي غادي تعطيني الاذن باش ندخل حتى الحجاب، لان يعني هي ما كتبانش للناس يعني كتخاطبهم من وراء حجاب. ملي غادي تعطيني انا الاذن انني ندخل لحدا الحجاب انت اقتحم الحجاب واكد يعني وقبل ليها راسها وطلب المسامحه، وانا غادي نطلبها من وراء حجاب ونطلبه وربما يقدر تقبلك. كذلك حصل، يعني دخل استاذن هذاك، فتحت ليه يعني عطاته الاذن، دخل هو يمشي ابن الزبير ودخل الحجاب واكب عليها وقبل راسها وطلب منها العذر والمعذره بالتي ولتي، بعد ولات قبلته وسمحت له. علاش؟ لانه انكر عليها علاش تصدق بمالها كله. فعائشه هكذا، هذا هو النظر ديالها للمال، هذا هو النظر ديالها للزهد ديالها في الحياه الدنيا، ما كانتش كتعطي القيمه للدنيا. ولذلك ملي هي ما كتعطيش القيمه للدنيا تدفقات عليها الدنيا،
يعني الأموال كانت تجيها بالكثرة. علاش؟ لأن قلب ديالها ما متعلقش بالحياة الدنيا. كذلك المرأة المسلم، المرأة المسلمة حتى هي خصها يعني تزهد في الحياة الدنيا، وراه إلا زهدت في الحياة الدنيا تأتي الدنيا وهي راغمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه وآتته الدنيا وهي راغمة. عائشة رضي الله عنها: جعلت الآخرة همها فجمع الله شملها برسول الله صلى الله عليه وسلم وآتتها الدنيا وهي راغمة. إذن تحقق فيها الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واحد المرة كذلك صفت لها عبد الرحمن بن عوف 10,000 دينار، 10,000 دينار، يعني واحد العدد كبير ديال الذهب، ديال الدنانير الذهبية. وهي تقول ملي شافت هذاك المال تدفق عليها تبارك الله كثير بزاف، وهي تقول: هذا ما وعدني ربي وأرجو الأخرى. قالت لهم هاد الشيء راه وحده من داك الشيء اللي وعدني الله سبحانه وتعالى، وانا راه كنترجى الاخرى. شنو هي الاخرى؟ هي المغفره، لان الله عز وجل قال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفره ورزق كريم. قالت لها الرزق الكريم شفناه، واني لا ارجو الاخرى اللي هي المغفره، وما دام تحقق النصف سيتحقق النصف الاخر ان شاء الله تبارك وتعالى. اذن اخواتي الكريمات، هذه كما يقال ومضات وإضاءات حول حياة عائشة رضي الله عنها. وإلا لو أردنا أن نحلل يعني كثيرا من الأحاديث والمواقف لعائشة رضي الله عنها لطال من المقام، ولكنه كما يقال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.